يا عمي يعني شوف سي السحر، ولا هو السؤال هنا سي السحر انت جايتك معني دكتور يريد يجاوب عنك عم يطلعك من الحراج ودعتي شوف هذا العراق اذا مو ولده ولد الداخل قالت احمد اللي شبعه ودم خليني اسمع مال اني سمعي رايي حاول اولده سمعي رايي مال اني اقبل بامريكا تسوي لي تغيير وحق الله قبل ساعه قلتها هذول ابناء تشرين اللي يستهانون بيهم يسموهم جوكريه وموكريه والله هم راح يصيروا مقاومه للاحتلال القادم ان تم لا سمح الله اكو متغير بالمنطقه سيناريو انطرح قبل شهر السابع السنه المضت اتذكر طرح فائق الشيخ علي قال ملامحه راح تبين بنهايه ال 24 هذا كاقصى حد لكن الان الحديث المتداول من الشباب على مواقع التواصل ما راح اقول الطبقه السياسيه رافضه اصلا تسمع هذه الفكره انه هذا واقع حال والبعض منهم نشوفه بقوه مؤيد ويمكن انت تتابعون المواقع ويشوفون اكو تأييد كبير. نعم. مع اقتراب هذه الملامح وانتم داخلين سياسيا وتجهزون اكو تعاون خارجي اكو تعاون داخلي؟ والله ممكن يكون تغيير جزئي بصراحه لان النظام اللي جابته امريكا للعراق دافع عنه. ما راح يعني يجوز تسوي اصلاحات داخل النظام. تستهدف بعض الشخوص السلاح مزعج عسكرية. السلاح مزعج تدخل. السلاح مزعج وملف السلاح حسن مع ايران وايران انطلق لها فلوس ودخلت مفاوضات غير امور واول ما وقعت عليهم وباعتهم ايران وقاده بالفصائل جاي يشتغلون حتى على حل الحشد الشعبي بالمناسبه تمام وباعوا حتى معلومه لو تحليل والله هسه احنا شوفه بالمستقبل حل الحشد الشعبي ودمجه في طبعا احنا مع دمجه في صفوف الداخليه والدفاع